يواصل مجلس بلدية الداخلة منذ الأسابيع الأولى من الشهر المنصرم عمليات التعقيم بمختلف الأحياء والمرافق الحيوية بالمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الأخرى لحماية الداخلة من انتشار فيروس كورونا. دأبت بلدية الداخلة منذ تفشي وظهور هذا الوباء فيروس كورونا المستجد إلى إعلان مجموعة من حملات التعقيم والتطهير، والتي شملت جميع أحياء مدينة الداخلة إضافة إلى المؤسسات والإدارات العمومية بالمدينة. ناهيك أيضا بأن هذه الحملة التعقيم شملت جميع مرافق القرب إضافة إلى المؤسسات البنكية والمؤسسات أو المرافق التي يرتادها الناس مثل الأسواق ومختلف المؤسسات والإدارات الأخرى. بالإضافة إلى هذا الإجراء الاحترازي، أيضا عملت بلدية الداخلة على خلق وإحداث مجموعة من نقاط التفتيش في يعني مناطق الدخول ديال المدينة، خصوصا في منطقة 175 في الحدود الجغرافي لمدينة الداخلة، إضافة إلى النقطة الكيلومترية 40 والنقطة الكيلومترية 20 ومنطقة العرقوب، وذلك احترازا وفي إطار مراقبة العربات التي تأتي بالمنتوجات الغذائية والتي لا يمكن أن تتوقف إلى مدينة الداخلة، وذلك كما قلت في إطار التدابير الاحترازية التي يعني نعمل على مجموعا على الحد من تفشي هذا الوباء. ولإنجاح هذه العملية واستمرارها صاحبها المجلس الجماعي للداخلة بحملة تحسيسية للتوعية بأهمية هذه الإجراءات، كما قام بتعبئة إمكانيات مادية ولوجستيكية وبشرية مهمة. بالنسبة للداخلة أقام نقطة المراقبة على مستوى مدخل المدينة اللي هو المدخل الوحيد، وقام نقطة ديال التعقيم والعربات الوافدة، وهذه بادرة كان المجلس البلدي الداخلي سباق لها على مستوى وطني. المجلس البلدي الداخلي يتوفر على مكتب الحفظ الصحة اللي هو الوحيد المتواجد على تراب الجهة، وبالتالي كان لزاما بالتنسيق بالسلطات الإقليمية أن كذلك نقوم نقطة ديال المراقبة ديال العربات الوافدة على الإقليم وعلى الجهة عموما بمنطقة الكراع، وقمنا مركز دائم للتطهير وتعقيم العربات القادمة. المجلس البلدي الداخلي كذلك قام بمجموعة من الإجراءات المصاحبة لهذه، واللي تلقات التثمين ديال الساكنة اللي عبروا عن حس وطني عالي وانخراط تام في هذه الإجراءات، واللي بالمناسبة نوجه لهم التحية والتقدير. وتندرج هذه العملية التي يواصل مجلس بلدية الداخلة القيام بها في إطار التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة المغربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. شكرا جزيلا لكم.